اتفاقيات إطار للشراكة مع شركة أفيتو في إطار الجهود المبذولة من طرف الوزارة لتسريع رقمنة تجارة القرن والنهوض بالتجارة الإلكترونية. تهدف هذه الاتفاقيات إطار إلى خلق قرب من 5000 منصب شغل إضافي بشكل مباشر أو غير مباشر، وإدماج أزيد من 3000 تاجر صغير للمنصة الإلكترونية لشركة أفيتو، وأيضا مواكبة التجار وتكوينهم. تهدف أيضا هذه الاتفاقية إعطاء مكانة أحسن للمنتوجات المحلية ولإنعاش علامات صنعة بالمغرب ميد إن موروكو على مستوى السوق المحلية. عن طريق هذه الشراكة اللي وقعنا اليوم مع الوزارة كنأملوا بمواكبة 3000 كوميرسون أنهم يدخلوا العالم الرقمي، يدخلوا العالم الرقمي بطريقة سهلة وتكون تمكنهم أنهم يوصلوا ويطوروا أرقام المعاملات ديالهم، حيث كتعطيهم كتوصلهم لواحد كتحطهم في واحد الموقع اللي هو أكبر موقع إعلانات ولا موقع ماركت بليس كونابل في المغرب، في واحد الأوديونس ديال 6.5 مليون ديال الزوار كل شهر. دونك كتمكنهم يوصلوا لهاد الزوار هذه، كتمكنهم يعرضوا المنتوجات ديالهم، كتمكنهم يترقمنوا، دونك يدخلوا العالم الرقمي بطريقة سهلة. دونك هذا هو الهدف من هاد الشراكه اللي سنينا اليوم مع الوزاره. هاد الشراكه كتهم السوق المحليه، ولكن كما حضرتوا النقاشات اللي دارت مع السيد الوزير وانا تناقشنا على السوق المحليه وتناقشنا على الفرص ولا لي زوبورتونيتي اللي كيطرحهم لينا اسواق اخرى. دونك هاد الشراكه هي محليه، ولكن ان شاء الله علاش لا تحلينا ابواب لشراكات اخرى اللي تمشي للخارج المغرب.